ظلم تسنى تمان أحيى الله لا ما إلى أن اشتاكت قدما كل رام ورمي وشد من سغبير أخشى أغوى طوى تحت الحجارة كاش أم مترف الآدمي وراودته الجبال للشموم ذهبي عن نفسه فأرى أيام شبابي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم وأكدت زهده رته إن الغرور تلا تدعو على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من الآدم محمد سيد الكونين وثقل الفريقين من قرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا لا أمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو نشفا من الديام ووقفنا لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فهو الذي تم معناه مسورته ثم اصطفاه حبيب بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دام دعته الناس في نبيهم واحكم بما شئت ما تحو فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم. വേദി രണ്ടിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന്റെയും കവിതാ രചന മത്സരം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. മത്സരാർത്ഥികൾ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബുർദ മത്സരം തുടരുന്നു. വേദിയിൽ ലെറ്റർ സി.